رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على دعوته الفاضلة المباركة للمساهمة في هذا المؤتمر، وأرحب بالضيوف جميعا لمصرنا العزيزة العلماء الأجلاء من كافة البلدان الإسلامية. أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. أولا، موضوع ورقتي يدور حول عنصر أساسي، موقف المرأة أو المرأة المسلمة والتحدي الحضاري. وفي البداية أود أن أشير إلى أن منهج الإسلام العظيم هو المنهج الشامل المتكامل الذي يجمع ما بين الدين والدنيا والدنيا والآخرة في توازن لا يخل هذا بذاك. من هذا المنطلق، من هذه المنهجية الشاملة المتكاملة، أود أن أشير إلى بعض النقاط التي تسلط الضوء على مكانة المرأة وموقفها في واقعنا المعاصر. أولا، مكانة المرأة في التصور الإسلامي. احتفى القرآن الكريم أيام احتفاء بالمرأة ومكانتها، وأعطاها مكانة سامية، ولم يحظى مذهب من المذاهب أو أي دين من الأديان بمثل هذا الاهتمام. فقد كانت المرأة عند اليونان والرومان تعامل معاملة الرقيق. على النقيض من هذا، نجد أن القرآن الكريم قد أفرد العديد من الصور القرآنية التي تولي العناية بشؤون المرأة، مثل صورة النساء وصورة الطلاق والبقرة وصورة المائدة والنور والأحزاب والمجادلة أو المجادلة والممتحنة والتحريم. فالقرآن الكريم يقرر للمرأة حقوقا كاملة غير منقوصة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي هذا الصدد يعلق الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه في تفسيره في المنار على هذه الآية، يقول: هذه الآية تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والأحوال، فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزاء. يبقى العلاقة أولا هي علاقة حقوق وواجبات، وليست الدعاوى الزائفة الغربية التي تدعو إلى المساواة المطلقة الزائفة. لا، هي علاقة حقوق وواجبات كما أشار الإمام محمد عبده رحمة الله عليه. ويعقب الأستاذ الإمام على كلامه أيضا ويقول: هذه الدرجة التي رفعها الإسلام لم يعرفن إليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع، بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده. وهذه الأمم التي كان من آثار تقدمها في الحضارة والمدنية أم بالغت في تكريم النساء واحترامهن، وعنيت بتربيتهن وتعليمهن العلوم والفنون، يقصد هنا الحضارة الغربية، لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليها، ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها، وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية منذ 13 قرنا ونصف. وقد كان النساء في أوروبا منذ 50 سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء. هكذا كان كلام الشيخ محمد عبده وهو توفي 1905،
وما زال الحال تقريبا النظرة إلى المرأة المسلمة دون النظرة إلى المرأة الغربية، والبعض يريد أن تحاكي المرأة المسلمة المرأة الغربية، ونحن نرد بأن المرجعية العليا هي للقرآن الكريم وللسنة، وكما أشرت آنفا للمنهج الإسلامي الشامل الذي يتعرض لكل قضايا الوجود والحياة والإنسان. النقطة الثانية في هذه الورقة، فأقول: فالمرأة في نظر الإسلام ليست مجرد متاع للرجل يتصرف فيه كيف يشاء، وإنما عليها حقوق وعليها واجبات، وإنما لا حقوق وعليها واجبات، والمرأة في مسألة التكاليف هي والرجل سواء بسواء. يقول ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولما كانت المرأة مساوية للرجل في التكاليف الشرعية والعبادات فهي مسؤولة عن الثواب والعقاب في الآخرة، ولا تنفعها طاعة زوجها أو معصيته إن هي زلت الطريق إلى الله. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من أجل هذا نرى أن المرأة المسلمة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الله عن دورها في الحياة، وعليها مدار الكثير من الأمور، إذ هي تشارك الرجل في تربية النشأ وفي تربية العقول، ومن ثم إقامة الحضارة والعمران. ومن هنا أوجب الإسلام على المرأة أن تتعلم أمور دينها من معرفة العقائد والشرائع والآداب الإسلامية. فهناك صنف من الناس يريد من المرأة أن تعود إلى عصور الظلام، وكأنها دمية يلوه بها الرجل. وصنف آخر من المغالين في الدين يلزموها بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. فالإسلام يريد المرأة المسلمة التي تعرف أين يكون موقعها الحقيقي من الحضارة في ظل المنهج الإسلامي الشامل الكامل المتوازن. وكما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأين نحن اليوم من حال المرأة في عصر النبوة؟ فقد كانت المرأة في العهد النبوي واعية بشخصيتها التي قرر الإسلام الحنيف معالمها، ثم إنها مارست الحياة في مختلف المجالات من منطلق هذا الوعي. وسوف أضرب ببعض الأمثلة التي يعني توضح بعض هذه الأمور. أولا، مشاركة المرأة في العبادات الجماعية. مما يؤسف له أن هناك بعض المنتسبين للإسلام يحاولون أن يجعلوا المرأة قابعة في المنزل، لا تخرج إلا عند موتها، وما كان هذا حال المرأة في صدر الإسلام وطوال القرون الأولى الزاهرة، وما زلنا نجني المر والعلقم من جراء غياب المرأة المسلمة عن وعيها. فهي أصبحت تقبل الدنية في ديننا، وما يهمها هو مجرد إرضاء شهوة بعلها ورغباتها. وأما دورها الهام في الحضارة الإسلامية فأعتقد أنه قد أصابه بعض الفتور. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال في حدود علاقة المودة والرحمة، وليس في حدود علاقة التنابز، ولا علاقة المساواة بالمعنى الغربي الذي يريد من المرأة المسلمة أن تصارع الرجل. فالعلاقة بين المرأة والرجل ليست علاقة تنابذ أو صراع، وإنما هي علاقة مودة وسكن ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النقطة، وأنا أحاول أن أوجز الكلام الذي معي، التي بعد ذلك: المرأة المسلمة ودورها الحضاري والثقافي في المسجد. المسجد أيها الإخوة الأعزاء هو النواة الأولى للعبادة، وهو في الإسلام بمثابة مركز إشعاع ثقافي وحضاري واجتماعي. ولقد كانت المرأة المسلمة في الصدر الأول تذهب إلى المسجد تؤدي الصلاة وتحضر دروس العلم وتتوثق عرى الرحمة والمودة بين المؤمنات. ولقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تأكيد حق المرأة في غشيان المسجد وصيانة حق المرأة من أي عدوان. فعن عبد الله بن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والحمد لله نحن في وزارة الأوقاف، وهذا المؤتمر الأول للوعظات، يعني فعلا يتوج ويؤصل لهذه الفكرة أن المسجد أصبح منارة ثقافية وحضارية. وبارك الله في الأخوات الداعيات وفي مجهودهم في هذا الصدد. طب هاخد حتى نقطة دقيقة، ربع دقيقة. حاضر. والباقي بعد. ولقد كانت المرأة المسلمة عالمة وباحثة، وتستفيد وتتعلم أمور دينها، ويذكر التاريخ الكثير من راويات الحديث: السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة حفص، السيدة أم سلمة، السيدة زينب، وكانوا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم من الحريصين على طلب العلم ومن الحريصين على تعليم العلم. وحري بنا في هذا المؤتمر المبارك أن نقول إن العود الحميد إلى قرآننا وسنة حبيبنا: للمرأة لها دور، الورقة والوقت لا يسعفني، في كافة مجال الحياة، في الدور التربوي، في الدور الثقافي، في الدور الحضاري، في المجال أيضا السياسي. شاركة المرأة في بيعة الرضوان، شاركة المرأة في بيعة العقبة الكبرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المجال كبير، أي أن المرأة لها دور كبير جدا في حياتنا. ولا أقول إن المرأة نصف المجتمع كما يقولون، ولكني أقول إن المرأة تمثل أغلب المجتمع، فهي المربية وهي العالمة وهي التي تربي النشأة والتي هي تقوم على بناء المجتمع الإسلامي البناء الأصيل. شكرا لحضراتكم، وأعتذر عن يعني الإجازة في الكلام، وبشكر المنصة الكريمة سعادة الدكتور سامي، ربنا يبارك في حضرته، وأشكر لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور جمال على هذه المداخلة الطيبة والتي وضعت نقاطا على بعض الحروف في الحديث عن الصراع. هل العلاقة بين المرأة والرجل هي علاقة صراع لإثبات الذات، أم هي علاقة تكامل وتمايز؟ تكامل وتمايز.
تكامل في المهام وتمايز في الخصائص وفي الواجبات. يعني المرأة شقيقة الرجل لكن لها أدوار تختلف عن أدوار الرجل، فإذا حدث خلط بين مفهوم المساواة وبين مفهوم أن تقوم الدور المرأة بكل ما يقوم به الرجل من أعمال وتجور على حقه أو العكس يجور على حقها، يحدث الانفلات في العلاقات الأسرية. أشار الدكتور جمال أيضا إلى عمل المرأة داخل المسجد وأن المرأة لها دور كبير جدا، والواقع أن في يعني الوقت الحالي هناك اهتمام كبير جدا بدور المرأة كعاملة، ووصلت المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية إلى درجة كبيرة من الوظائف، وزيرة وقاضية ومحافظ، وشهدنا طفرة كبيرة جدا في الوظائف تشغلها النساء، ويمكن تجربة الواعظات في وزارة الأوقاف أو في الأزهر الشريف هي تجربة رائدة، لأن السيدات بدأنا يعملن في وظيفة الواعظة وفي وظيفة المرشدة، كما أن الكنائس أيضا مليئة بالسيدات اللائي يقمن بدور في التوعية الدينية. هذا ينقلنا إلى الورقة القادمة للأخ الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد عميد كلية الإعلام في جامعة الأزهر، الذي يتحدث عن دور المرأة في العمل الديني، العمل الإعلامي الديني، العمل الإعلامي الديني. تفضل دكتور رضا ولك 10 دقائق. شكرا جزيلا سعادة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، في البداية أحب أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهنئة لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على تنظيم هذا المؤتمر بهذا العنوان في هذا التوقيت الذي يمثل اهتمام الدولة بتمكين المرأة وإعطائها مكانتها وسط المجتمع. وأشكر كل ضيوف المؤتمر وكل ضيوف مصر، وأتمنى لهم طيب الإقامة وحسن الإفادة إن شاء الله رب العالمين. وأشكر المنصة الكريمة برئاسة الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور سامي الشريف والأساتذة الأفاضل الأجلاء الأعزاء، وأنتقل إلى عنوان ورقتي في هذا المؤتمر، وهي بعنوان المرأة والعمل الإعلامي الديني بين الواقع والتحديات. يعني سأتناول تجربة عمل المرأة ليس فقط في المجال الوعظي وإنما في مجال الإعلام الديني، يعني كيف تكون إعلامية تقدم محتوى إعلاميا دينيا عبر وسائل الإعلام المختلفة. والحقيقة أن دور المرأة كداعية هو امتداد لمواقف كثير من النساء الفضليات الرائدات اللائي قدمن إسهامات علمية ودعوية جليلة لهذه الدعوة الإسلامية الخاتمة. منها على سبيل المثال موقف السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها في بداية الدعوة الإسلامية، حيث كان لها دور مشهود، شدت من أزر النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف فؤاده، حين نزل على قلبه أول آيات القرآن الكريم وقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، فقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا كان موقف رائد من مواقف المرأة في تاريخ صدر الإسلام. ثم جهود أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما في توصيل العلم الذي تلقته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة روت 2210 حديثاً في الكتب الستة، اتفق البخاري ومسلم الشيخان على 174 حديثاً، وانفرد البخاري ب54 حديثاً، وانفرد مسلم ب69 حديثاً. ولا شك أن السيدة عائشة والسيدة أم سلمة وبقية أمهات المؤمنين
اللائي روين الحديث والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون جانبا لا يشاهده غيرهن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تنفيذ لأمر الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كما جاء في سورة الأحزاب. كذلك جهود السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ذات النطاقين في خدمة الدعوة الإسلامية، حيث كانت المزود للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر بالطعام الذي يحتاجانه في رحلة الهجرة النبوية المباركة. وبالإضافة إلى ذلك كان لها جهودها في نقل العلم، حيث روت 58 حديثاً في الكتب الستة وغيرها من يعني في نماذج تستعرض الورقة الكثير من النماذج، وإنما هذا ما أردت إيجاز الحديث عنه في مجال دور المرأة وإسهامها في عصر سطر الإسلام في العمل الدعوي. السؤال الآن: ماذا لو نقلت المرأة الداعية عملها إلى وسائل الإعلام؟ هل هناك يعني فوائد من ذلك؟ نعم، الفوائد جلية، وهناك تجارب في العصر الحديث، تجارب ناجحة، ولكن هناك ضوابط وخصائص لابد أن تلتزم بها المرأة الداعية في مجال الإعلام الديني. من هذه الضوابط التي ينبغي أن تتمثلها المرأة الظهور، أولاً الظهور بالمظهر اللائق، خاصة في البرامج التلفزيونية أو قنوات يوتيوب أو تيك توك وغيرها من التطبيقات التي تعتمد على الصوت والصورة الفيديو، سواء كان مسجلاً أم مباشراً، من حيث الاحتشام في الملبس، وألا تكون حاسرة الرأس أو كاشفة عن جزء من جسدها، فالسمت الشكلي عنصر مهم من عناصر إيصال الرسالة الدعوية، والاتساق بين القول والفعل أحد أهم مقومات نجاح العمل الدعوي الإعلامي عموماً والنسائي على وجه الخصوص. ثانياً، أن تقوم الداعيات في وسائل الإعلام بالاستعداد الجيد والتأهيل المعرفي والعلمي المتناسب مع ظهورها على شاشة القنوات التلفزيونية أو ممارسة العمل الدعوي عبر أي وسيلة اتصالية أخرى، فلا تتصدى للظهور الإعلامي إلا من تحصنت بحصون المعرفة، ويا حبذا لو كانت من خريجات الأزهر الشريف أو لديها تأهيل علمي وديني متناسب، ليكون لديها دراية بالفقه والتفسير والحديث والعقيدة وغيرها من سائر فروع المعرفة الدينية وفق المنهج المستنير الذي تسير عليه مؤسسة الأزهر الغراء. ثالثاً، أن تحرص الداعية على التركيز فيما تتقنه من فروع المعرفة الدينية، فلا تتحدث في أمر لم تتعمق فيه، ولا تقوم بالفتوى على الهواء إلا إذا كان لديها ما يؤهلها لذلك من العلم والخبرة، حتى لا تزل القدم وتفتي بما لا يتوافق مع صحيح مقاصد الدين. طبعا هذه النصيحة يعني للنساء، ولكن الحديث هنا خاص بالنساء، وأن يكون لديها القدرة على حسن التصرف في المواقف المختلفة دون الوقوع في أخطاء يصعب معالجتها. رابعاً، أن تحرص الإعلامية الداعية على تجنب الأمور التي تفرق ولا تجمع، فلا يكون خطابها فئوياً أو متحزباً أو منحازاً لتيار بعينه أو مؤدلجاً يخدم مصالح فئة دون أخرى، بل يكون الهدف هو نشر المعرفة المستنيرة بين الجماهير وفق منهج الله القويم الوارد في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة. خامساً، وإذا كانت الداعية تمارس عملها الدعوي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهن كثيرات الآن يعني، وفي نماذج ناجحة كثيرة، وهناك أيضا نماذج عليها علامات استفهام، فليس من اللائق أن تنزلق إلى هوة جمع التفاعلات الكثيرة من الجماهير، وليس لها أن تحرص على جني الأموال باستجداء التفاعل من المتابعين بطريقة لا تليق بجلال مهنة الداعية. فإخلاص النية لله تعالى من الأمور المهمة، جدا للداعية، سواء كان رجلا أو امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله
لأن يهدي بك الله رجلا واحدا أو امرأة يعني خير لك أو خير لك من أن يكون لك حمر النعم. سادسا عدم الخضوع بالقول والتحدث بنغمة صوتية هي أقرب إلى الحشمة والوقار، وهذا أمر إلهي لأمهات المؤمنين ولكل النساء. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والخضوع بالقول كما ذكره المفسرون هو ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال، فأمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، وذلك أنسب لمقام الدعوة إلى الله تعالى. هناك بعض التحديات التي تواجه المرأة العاملة في مجال الإعلام الديني، منها مثلا تحديات ذاتية ونفسية، والتي تتحدد عند البعض، يعني لا أعمم، في ضعف الثقة بالنفس عند بعض النساء الداعيات والانهزام السريع أمام الفتن. شفنا ناس كانوا داعيات ثم انقلبنا سافرات، وهدى الله نساءنا جميعا وهدانا جميعا إلى ما فيه الخير. فنجد أن هذا الضعف يتكون عند المرأة الداعية إما بعدم إدراكها لما تملك من إمكانات ومعارف ومهارات تجعلها تكتسب هذه الثقة أمام نفسها وأمام المحيطين بها، وسرعة تأثرها من غيرها مما يجعلها أداة متأثرة لا مؤثرة. وهناك تحديات إعلامية، ويقصد بها التحديات التي تتعلق بالمهارات الإعلامية التي ينبغي للمرأة إذا دخلت مجال الإعلام أن تتحلى بها إذا ما قررت خوض غمار العمل الدعوي الإعلامي، خاصة في المرات الأولى التي تقف فيها أمام الكاميرات، وهي إشكاليات فنية يمكن تجاوزها عن طريق التدريب واكتساب الخبرات الإعلامية. ومنها ومن التحديات أيضا التي تواجه المرأة العاملة في مجال الإعلام الدعوي الديني التحديات الاقتصادية، قلة الدعم المادي المقدم للعمل الدعوي للمرأة، فأكثر الأعمال الدعوية تقدمها إما جهات خيرية ليس لها دخل ثابت أو مورد مستقل، بالإضافة إلى التوجه في العمل الخيري إلى الأغلب، يعني الناس بتحب تنفق في بناء المساجد وحفر الآبار وغيرها من أبواب الصدقات والوقف والهبات، دون النظر إلى أهمية التكفل بالعمل الدعوي، خاصة العمل الدعوي النسائي لأنه مهم جداً، وعزوف بعض المؤسسات والأفراد عن تقديم الدعم المادي للعمل الدعوي تبعاً للأحداث والمشاهدات التي تعصف بواقع الأمة الإسلامية، مما شكل الخوف من نشر الفكر المنحرف أو المتطرف وغير ذلك. فتغييب دور هذه المؤسسات وكذلك الأفراد في إسهام توضيح الصورة المشرقة للإسلام ودعم الدعاة المعتدلين ليكونوا الوجه الأمثل في تشكيل الصورة الدعوية عن عظمة الإسلام ومحاسنه، بالإضافة إلى ضعف المهارات التسويقية لدى بعض النساء الداعيات في المنصات والقنوات الإعلامية لجذب الدعم المادي بنسميه سبونسر في مجال الإعلام أو رعاية إعلامية لعملها الدعوي، ولا يقصد بذلك الخروج عن ضوابط الشرع في ترويج الفكرة الدعوية، بل يعنى بذلك أن المرأة الداعية في الغالب تفتقر إلى المهارات الاقتصادية من حيث بيان الميزانيات المقترحة للبرامج والمصروفات وكيفية الترويج لمشروعها الدعوي لتتلقى الدعم المادي من الفئات المستهدفة. الحقيقة الجزء الأخير من هذه الورقة بيتناول تجربة المؤسسات الدينية المصرية وتشجيع العمل النسائي الدعوي. استعرضت يعني تجربة الأزهر الشريف، اهتم بتأهيل الوعاظ والواعظات الذين ينتشرون في محافظات الجمهورية لنشر المعرفة الدينية المستنيرة. عندنا 218 واعظة في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية يعملن وفق خطط دعوية خاصة لهن. على مستوى وزارة الأوقاف المصرية فإن الوزارة تضم عددا وفقا للتصريحات بعض التصريحات الإعلامية يناهز 500 واعظة، وتقوم الوزارة بتأهيلهن من خلال عدد من الدورات أنا شاركت في بعضها، مثل دورات مهمة تميز الدعوي، دور التوعية السكانية وقضايا الأسرة، ودورة رائدات فكر التي تعمل على تأهيل الواعظات للعمل الدعوي عبر وسائل الإعلام. أخيرا يمكن التغلب على هذه التحديات التي تواجه النساء العاملات في مجال الإعلام الديني من خلال أولا
ضرورة الاهتمام بالتكوين العلمي والتدريب المستمر والتأهيل الفكري للوعظات والداعيات الراغبات في العمل الدعوي الإعلامي. ثانياً، ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات الدينية والإعلامية لفتح النوافذ الإعلامية أمام المتميزات من النساء الداعيات ونشر العلوم الدينية والثقافة الدينية للأسرة والمجتمع من خلال هذه النوافذ والمنصات الإعلامية، لأن في كثير من القضايا يعني تكون المرأة أكثر إقناعاً في تناولها من الرجال. ثالثاً، البحث عن حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه إنتاج البرامج. إنتاج البرامج دي عمل مكلف جداً، التي تواجه المرأة العاملة في مجال الإعلام الدعوي، واستحداث برامج وآليات لتمويل البرامج الدعوية النسائية، وتخصيص المكافآت أو توفير الدرجات المالية لهن لتحقيق الاستقرار الوظيفي والمادي. رابعاً، ضرورة تكثيف البرامج التدريبية على المهارات الإعلامية للواعظات والداعيات وتأهيل أكبر عدد منهن للعمل الدعوي الإعلامي ورصد الجوائز أيضاً والمكافآت للمتميزات منهن لما له من مردود كبير على نشر الثقافة الدينية والحفاظ على الهوية والقيم الإسلامية بين الأسر المسلمة والشباب المسلم. شكراً جزيلاً لحضراتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكراً دكتور رضا على هذه المداخلة الطيبة، وتتحدث عن دور المرأة في العمل الدعوي الديني الإعلامي. والتجربة المصرية تجربة جيدة جداً في مجال العمل الدعوي للمرأة، وإذاعة القرآن الكريم المصرية هي أول إذاعة للقرآن الكريم في العالم العربي، وقد تولت سيدة رئاسة هذه الإذاعة لفترة حوالي 5 سنوات. من حيث المواصفات السيدة التي تعمل في مجال العمل الإعلامي الديني، كما أشار الدكتور رضا، المظهر وطريقة الأداء والثقافة والقدرة على مواجهة الجمهور. أذكر في بداية عملي عندما توليت وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون، في اليوم الثالث تقريبا لدخولي المكتب، عرض علي قضية لأن في 5 مذيعات تحجبن، فصدر قرار بفصلهن من العمل لأنهم خالفن شروط الانضمام للتلفزيون، وحكمت المحكمة بعودتهن للعمل، ولكن وزيرا إعلام سابقين يعني رفض إعادتهن للعمل. فعرض علي الموضوع وهم جايين بيحتجوا، أنا فعلا كنت سافرة بشعري، وبعدين ربنا يعني أكرمني فتحجب ففقدت وظيفتي، وكان تحت الحرية الشخصية. فأنا عملت يعني بفضل من الله يعني قرر بإعادتهن للعمل مباشرة تاني يوم على طول، وقلت إنه في التوقيع في التأشيرة بتاعتي أنه احتراما لما طرحته المحكمة وما طرحه الوزير السابق، ما أنها حرية شخصية فهي لها حريتها الشخصية أن تتحجب أو لا تتحجب، من هذا المنطلق تعود إلى العمل. وفعلا رجعوا السيدات للعمل على شاشة التلفزيون، والآن الحمد لله كثير من شاشات التلفزيون المصرية والعربية فيها محجبات وفيها غير محجبات، فمن باب احترام أنها إذا كانت حرية رأي فليعملنا بالشكل اللي هم عايزينه أو بالملبس اللي هم عايزينه، طالما يحترم يعني العادات والتقاليد المراعاة زي ما قال الدكتور، ما تلبسش حاجة خارجة عن العرف يعني، فهي لا ده خارج عن العرف ولا ده خارج عن العرف. فالمرأة لها دور كبير جدا في العمل الدعوي، والحقيقة تجربة الواعظات كانت تجربة جيدة جدا، وأنا كنت خلال شهر رمضان أستمع بانتظام في الإذاعة لبعض الواعظات اللي يقدمنا برامج توعية للمرأة وبرامج حول فتاوى الصيام، وكان أدائهم شديد التميز. ننتقل الآن إلى أستاذنا الأستاذ دكتور محمد قاسم المنسي، وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ومداخلته حول دور المرأة في بناء الوعي الثقافي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التحية
والشكر والتقدير لجميع السادة الحاضرين. اسمحوا لي لضيق الوقت أن أدخل في موضوع ورقتي، واسمحوا لي قبل أن أتحدث عن دور المرأة في بناء الوعي أن أضع بين أيديكم عددا من الحقائق التي نحتاج إليها عندما ننظر إلى قضية الوعي تحديدا. الحقيقة الأولى إن قضية الوعي من أخطر وأهم التحديات التي تواجه المجتمعات في العصر الحاضر، نظرا لحالة التشابك والتداخل بين الثقافات، ولحالة عدم الاستقرار الفكري والثقافي والسياسي التي تسود العالم كله. الحقيقة الثانية إن بناء الوعي الثقافي يعد أهم أنواع الوعي، لأن التغيير في أي مجتمع لا يبدأ إلا من التغيير الثقافي الذي يحقق نتائجه وآثاره من خلال كل جوانب قضية الوعي. الثقافة هي التي تشكل الشعوب، تشكل فكرها، تشكل رؤاها، تشكل سلوكها، تشكل أفعالها وردود أفعالها. وأنا تعجبني كلمة لشخصية دينية مسيحية يقول: أنا مسيحي ديانة، مسلم ثقافة. فأنا أعيش في مجتمع تحكمه القيم والتقاليد الإسلامية رغم أنني مسيحي الديانة، وهو شخصية كبيرة في المجتمع المسيحي. الحقيقة الثالثة إن المراقب الواعي لتطورات الحياة في الوقت الحاضر يكتشف أن الفكر الإسلامي صار مدعواً لخوض معركة كبرى لمواجهة التحديات التي يموج بها عالم اليوم. ومن أهم الأسلحة التي سيعتمد عليها المسلمون في هذه المعركة سلاح الوعي. لذا فإن استدعاء الوعي، ولا أقول حضوره، لأن الاستدعاء نابع أو ناتج عن الحاجة بخلاف الحضور، إن استدعاء الوعي حضرات السادة والسيدات من أهم واجبات الوقت طبقا للقاعدة الشرعية التي تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا ليس من المبالغة أن نقول إن الوعي اليوم صار ضرورة شرعية من الجوانب الدينية والوطنية والاجتماعية وسائر الجوانب. الحقيقة الرابعة إن أحكام الدين التي تلقيناها عمن سبقونا كانت تتلقى وتنقل من المرأة كما تتلقى وتنقل من الرجل. ومعنى ذلك بكل وضوح أن المرأة المسلمة لم تكن غائبة أو مغيبة. وأعيد العبارة مرة أخرى: المرأة المسلمة في التاريخ الإسلامي كله منذ عصر الصحابة حتى يومنا هذا لم تكن مغيبة أو غائبة عن المواقع المؤثرة في المجتمع القديم والحديث، حيث شاركت الرجل في كل مواقع العمل والإنتاج وفي حالتي السلم والحرب. القاعدة الخامسة إن دور المرأة اليوم ليس مقتصراً على قضية الوعي، وإنما لابد أن ينظر إلى هذا الدور في إطار المشروع الحضاري الإسلامي. ومن ثم فإن تفعيل دور المرأة في المجتمع ينبغي أن يتم بالتوازي مع تفعيل أدوار أخرى حتى تتكامل المنظومة الاجتماعية أسوة بالمجتمع الإسلامي الأول الذي استوعب دور المرأة إلى جوار
دور الرجل بدون عقد أو مشاكل. أقول هذا لأني أخشى أن يستغرقنا النظر في دور المرأة فننسى الأدوار الأخرى أو تضيع منا في زحمة الحياة، لأن الواقع المعاصر يقتضي تعبئة كل القوى والطاقات، ومن ثم لا تكون القضية قضية المرأة وإنما قضية المجتمع كله. الحقيقة الخامسة إن التجربة الغربية في استدعاء المرأة لكافة مناحي الحياة ليست مثالا لنا، هي تجربة لها ظروفها، أما المثال الذي نتأسى به فهو تجربة المرأة في عصر الرسالة الأول التي تأخرت في مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي عن الحالة الأولى أو الصورة الأولى التي رسمت لهذا الدور. نعم قد يكون هناك مجال مشترك في الصورة بيننا وبين الغرب، لكن المضمون والضوابط مختلف والمنطلقات والأهداف مختلفة. حضرات السادة والسيدات، إن تجديد الفكر الديني في الوقت الحاضر يتطلب وضع قضية المرأة ودورها في بناء الحياة وليس فقط في بناء الوعي على رأس أولويات هذا الخطاب، لأن مكانة المرأة في بلادنا ومجتمعاتنا تعرضت لنظرتين على قدر كبير من التطرف، فوقعت بين إما الغلو والتشدد أو الانسلاخ والذوبان في تقاليد غريبة وغربية ليست من تقاليد مجتمعنا. إن قضية المرأة كانت وما تزال ثغرة، إن قضية المرأة وما تزال ثغرة إحدى ثغرات مجتمعنا المعاصر، وحان الوقت لإغلاق هذه الثغرة بتنمية شخصيتها وتطوير وظيفتها، لأننا انشغلنا للأسف بأمر الدفاع عن المرأة وبيان حقوقها ومكانتها عما هو أهم من ذلك، وهو الدور الذي يمكن أن تقوم به في ظل مجتمع جديد وعلاقات جديدة ومسؤوليات جديدة. وتأكيدا لكلامي، هذا المؤتمر هو شعور بأننا بحاجة إلى الدور أكثر من حاجتنا إلى الحديث عن المكانة وعن الموضع الذي تحتله المرأة في مجتمعنا. وطبقا لقواعد الشريعة فإن لكل دور يقوم به الفرد شروطا شرعية وأصلا شرعيا، أما الأصل الشرعي لقضية دور المرأة فحسبنا فيه قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالنص القرآني هنا يجعل الولاية بين المؤمنين والمؤمنات ولاية متبادلة في بناء المجتمع الإسلامي، والولاية المتبادلة تقتضي توزيع الأدوار وليس تصادم الأدوار، فالدور مطلوب ولكن ليس على حساب أدوار أهم. وهناك شروط كثيرة للقيام بكل دور من الأدوار، يأتي على رأسها العلم الواسع والقدرات والمهارات الشخصية. وإذا كنا اليوم قد رفعنا شعار التمكين للمرأة وهو أمر يستوجب التحية والتقدير، فإننا لابد أن نعلم أن أمر التمكين يعتمد على التمكن والكفاءة، إن أمر التمكين يعتمد على التمكن والكفاءة، فلا تمكين بغير تمكن، لقوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولم يطلب يوسف الولاية إلا بعد أن تأكد من قدراته وإمكاناته وتمكنه، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم،
بقي نداء ورجاء. بقي في كلمتي نداء ورجاء. إن الظروف التي تحيط بنا من فضلكم، إن الظروف التي تحيط بنا والزمن الذي يجمعنا لا يتحمل العثرات ولا ينتظر المصادفات أو حتى وقوع المعجزات. من فضلكم نحن اليوم بحاجة لكل جهد يعطي مثالا عمليا على وضوح الأهداف وصدق الرغبات والتوجهات. من فضلكم نحن بحاجة إلى كل عطاء نبيل يجدد عزما أو يولد طاقة أو يحدث حيوية. من فضلكم أخيرا إن التحدي الذي يواجهنا هو تحدي الوجود والعدم، فإما أن نكون أو لا نكون لا قدر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمد، ومن فضلكم تحيوا معي الدكتور محمد على هذه الكلمة. طبعا كلمة إضافية يعني وتعكس رؤية فكرية متميزة دكتور محمد كما هو العادة يعني. المداخلة الأخيرة، وفي وجهة نظري كان المفروض أن تكون المداخلة الأولى لأن هي السيدة الوحيدة في المشاركين على المنصة، ولكن يعني دائما بنشيل الحاجة المهمة للآخر يعني الختام، ختامها مسك إن شاء الله. تفضل الأستاذة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، ويريد تعرف في الأول المجلة يعني قطر الندى إيه، تصدر عن إيه ودورية صدورها. حسن صوتي مش طالع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقائي مع حضراتكم، وأتوجه بالشكر للعالم الجليل دكتور أسامة الأزهري على هذه الدعوة الكريمة. والحقيقة أشكر أيضا جميع العاملين في وزارة الأوقاف لأن هناك أدوار ثقافية يقومون بها وخاصة للطفل المصري، ومنها على سبيل المثال إصدار سلسلة خاصة باليافعين، وهي سلسلة تبسط لهم يعني الدين الإسلامي بشكل كبير. والحقيقة أن وجودي هنا مع حضراتكم من خلال مجلة قطر الندى وهي تصدر عن وزارة الثقافة المصرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتصدر منذ عام 1995، وهي مجلة مخصصة للطفل المصري ومدعمة من وزارة الثقافة بالكامل، ويتم توزيعها على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، وتصدر شهرية، ويصدر في العدد الواحد منها 10,000 نسخة، والحمد لله لا يوجد لدينا مرتجع. والمجلة تهتم شديد الاهتمام بالشخصية المصرية وتقديم القدوة للطفل المصري من خلال الشخصيات المصرية المختلفة في كافة المجالات، وأيضا تقدم له أشكال فنية وأدبية مختلفة مثل القصة والكوميكس يعني السيناريو المصور، وأيضا الأشعار والموضوعات وغيرها من الأبواب. طبعا أنا سعيدة جدا بهذه الدعوة لأني مهتمة اهتمام خاص ب دور المرأة في بناء الوعي، والحقيقة أن هذا الموضوع الهام جدا يمكننا أن نتطرق من خلاله إلى موضوع بحثي وهو أثر المقومات الثقافية. دور المقومات الثقافية في تنمية الوعي الثقافي للمرأة. الحقيقة أن المرأة ساهمت بأدوار رئيسية في نهضة المجتمعات، وأثبتت من خلال هذه الأدوار قدرتها على صنع الحضارات والتغيير الإيجابي وتطوير وسائل الحياة. المرأة هي الأم والأخت والزوجة والجدة والمعلمة والمربية والعاملة والشريكة. إذا كان حال المرأة هذا حال المرأة منذ فجر التاريخ في كثير من الحضارات،
وخاصة الحضارة المصرية القديمة التي كرمت المرأة وجعلت منها شريكا رئيسيا في حكم البلاد، فإن النظر إلى المرأة انحدرت في عصور الظلام، وبدأ طيار جارف لتحقير المرأة ونفي دورها في المجتمع. وهنا بزغ نور الإسلام وعاد للمرأة قدرها ومكانتها، وكانت المرأة المسلمة دائما على قدر هذه المسؤولية. وسيذكر التاريخ الإسلامي للمرأة أن أول من آمن بالدعوة الإسلامية امرأة، وهي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ملاذا وحصنا منيعا له وللدعوة الإسلامية حتى وفاتها. وسيذكر التاريخ أيضا أن أول من ضحى بنفسه في سبيل الله هي السيدة سمية بنت خياط رضي الله عنها، أول شهيدة في الإسلام امرأة. وأول من هاجر في سبيل الله امرأة، وهي السيدة رقية رضي الله عنها بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول من هاجرت إلى الله تعالى مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الحبشة. إذن المرأة في التاريخ الإسلامي كانت حاضرة ومشاركة في أهم الإنجازات والخطوات، وقد عني الإسلام بتكريم المرأة وتثقيفها عناية تتناسب وعظمة الرسالة المحمولة لها وللناس أجمعين. هذا البحث يتناول دور المقومات الثقافية، ولذلك سنقف عند مسألة الثقافة وتعرفها لأنه المدخل إلى هذا البحث. ما هي الثقافة؟ هذا سؤال كبير. ما هي الثقافة؟ الثقافة تعريفات كثيرة، منها تعريف مالك بن نبي الذي يتبناه هذا البحث في كتابه مشكلة الثقافة، بأنها مجموعة الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي يولد فيه. ويعد هذا منطلقا نبني عليه النظرة الجامعة للثقافة المصرية التي يحاول هذا البحث التأسيس لها. إذن الثقافة يمكن أن تكون أسلوب حياة لشعب وطريقة تعبيره عن نفسه، وأنها مجموعة القيم التي تحدد اختياراته وتميزه عن الشعوب الأخرى. وفي هذا السياق لا تعد الآداب والفلسفة وعلم الكلام والفنون وغيرها من العلوم المنصرفة لشأن الإنسان فقط هي الثقافة، بل أيضا كل ما يتواصل مع الإنسان في حياته اليومية. فالملابس المعبرة عن بيئتها ثقافة، وأسلوب إعداد الطعام الذي يحكم قيم التذوق الغذائي لدى شعب من الشعوب ثقافة، والطرفة المتداولة والمؤثرة في صنع دلالة راسخة في الوجدان ثقافة، والإيماء بطريقة معينة لدى شعب من الشعوب وصارت علامة ذات معنى جمعي ثقافة. الإنسان داخل المجتمع لا يقنع فقط بمجرد الحياة في علاقات، بل إنه ينتج هذه العلاقات كي يعيش، ومن توالد هذه العلاقات ونموها تصنع الثقافة. فنحن مثقفون من خلال تدربنا على عادات وعلاقات وسلوك وطرق تفاعل إنساني وتفاعل مع الطبيعة وتعلم الأفكار والفنون والعكس صحيح. فكل طرق التفاعل هذه تمتد لتغذي الثقافة داخل الفرد وتحدد مفهومها لدى المجتمع. إذن الثقافة التي نتحدث عنها هي ثقافة تبادلية يهديها الفرد للمجتمع، ثم يعيد المجتمع صياغتها في شكل مقبول ويهديها للفرد لتحدد نسق اختياراته. ولهذا فالوعي الثقافي
فعلا ديناميكيا متغيرا، ويمكن لنا أن نؤثر في بنائه وتطويره. اسمحوا لي أن أقف عند بعض خصائص الثقافة المصرية، لأننا البحث ينصب حول الثقافة المصرية. الحقيقة أن هناك عشرات الخصائص للثقافة المصرية، لكني أتوقف عند ثلاثة خصائص، وهي أن الثقافة المصرية ثقافة فطرية، ثقافة توعوية، وثقافة تنموية. فطرية لأنها ترسخت عبر آلاف السنين في المجتمع، وأصبحت ثقافة حاوية للخريطة الوجدانية للشعب المصري، والإنسان المصري لا يفتعلها بل يجدها مغروسة فيه انغراس الفطرة. إن ثقافتنا الأم بعد فترة طويلة من الرسوخ في المجتمع تصبح بالنسبة لأدمغتنا ونفوسنا فطرية بقدر العديد من الغرائز التي ولدنا بها، وتظل قابعة في منطقة الفطرة اللامرئية والمهيمنة على تحديد اختيارات الفرد، رغم أن الوعي الثقافي نفسه مكتسب، ولكن طبيعة الإنسان المصري أعطتنا كشعب هذه الخصوصية. يمكننا على الدلالة أن نأخذ مثالا بسيطا. إذا سألت أي واحد في الشعب المصري عامل إيه؟ أقول لك الحمد لله. الحمد لله معناها أن لديه تعظيم لنعم الله والرضا بقضائه، وهذا أصبح من الثقافة الفطرية لدى الشعب المصري. يقول الحمد لله ثم يشتكي. توعوية، الثقافة المصرية ثقافة توعوية، ولي رأي خاص في مسألة التوعية. فعلى عكس ما يشاع، التوعية ليست مرتبطة بالتلقين، وإنما هي تغذية للبيانات والمعلومات في اتجاهين وليس اتجاه واحد. مثلا التوعية في الثقافة المصرية هي السلمة الأولى للتساؤل، ومن ثم المعرفة. فالتوعية هي عملية يتحرك فيها الجمهور لا كمتلقي فقط، بل كذوات فاعلة في الواقع الثقافي والاجتماعي المشكل لحياته. لا ينظر الفرد للتوعية في المجتمع باعتبارها أمرا مسلما به، بل بابا يفتح أمامه الآفاق حول التساؤل الدائم كيف ولماذا. يبدأ الفرد في المجتمع بتلقي المعلومة أو النصيحة أو الإرشاد أو التوجيه، وكل هذه مظاهر من مظاهر التوعية، ويبدأ في هضمه وإعادة إنتاجه بصورتين. الصورة الأولى يقتنع بالتوعية إذا كانت تخدم مصالحه وتنمي مدركاته، وإلا سيلجأ للصورة الثانية وهي إعادة إنتاج التوعية بطريقة تناسبه وفقا لظروفه. الثقافة المصرية أيضا تنموية لأنها تحفز على العمل والإنتاج والتنمية، ونلاحظ هذا مثلا في الأمثال الشعبية المتوارثة مثل الحركة بركة والإيد البطالة نكسة وغيرها. المقومات الثقافية، الحقيقة أن الدستور المصري الصادر في 2014 عمد إلى وجود فصل خاص بالمقومات الثقافية. والمقومات الثقافية هنا هي تلك الأدوات والآليات المحققة للوعي الثقافي، والتي تجعل منها فعلا محرضا على التفكير والتساؤل وتنمية الذات. إذا طبقنا هذا على وعي المرأة المصرية، فلا بد من إيجاد أساليب، ومنها إقامة حوار دائم مع النساء في جميع المحافظات لاستقاء أفكارهن وطموحاتهن ورؤيتهن للمستقبل. تنمية قدرات المرأة المصرية المعرفية والاجتماعية، تحديث الخطاب الثقافي المقدم للمرأة، وتقديم النموذج الوطني الإيجابي لها، تشجيع تدريب المرأة من خلال المؤسسات الأهلية والعمل التطوعي. أخيراً اختتم الوقت. أختتم الورقة بروافد الوعي الثقافي، وهي أن التعليم فعل ثقافي، وأيضاً وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
ومنحة أيضا تنمية الوعي الديني الذي سوف أختم به. الحقيقة أن الموضوع الخاص بتطوير أداء المرأة من خلال تنمية الوعي الديني، وهذا الجزء خاص بكل مرأة مسلمة. المرأة المسلمة وقفت حائرة الآن بين الحفاظ على الهوية الإسلامية والاستفادة من إيجابيات العصر الحديث بلا انغلاق، والانفتاح بلا ذوبان في الثقافات الأخرى، بين المغالاة في أمور الدين والوسطية الموافقة للفطرة البشرية. وأصبحت المرأة تسأل نفسها في خضم بحر متلاطم من الآراء كيف تقف عند حدود الله عز وجل من غير إفراط ولا تفريط، كيف تميز بين الحق والباطل، الخطأ والصواب. وهنا يتجلى دور الواعظات داخل المساجد في أبهى صوره، فدروس الفقه والعناية ببيان الحلال والحرام ومسائل العبادات والمعاملات. شكرا يا دكتورة. أوكي. شكرا أستاذة نجلاء علام على هذه المداخلة الطيبة، وسوف نعطي ما تبقى من الوقت وهو ليس كثير للقاعة، ولكن دعوني أطلب من حضراتكم أن نخلص النوايا في تقديم توصيات لكيف نعيد المرأة إلى دورها في بناء الوعي وبناء الأسرة، مع مراعاة عدد من المتغيرات والظروف. أولها الواقع المعاش للمرأة في العصر الحديث، المرأة المسلمة في العصر الحديث. طيب جدا أن نطلب من المرأة المصرية أن تكون مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مثل أسماء بنت أبي بكر، لكن المجتمع مختلف تماما، الواقع الحالي غير زمان خالص. فنقدم توصيتنا من هذا المنطلق. اثنين، أن نراعي النظرة الدونية التي ينظر بها المجتمع المسلم للمرأة حتى اليوم، حتى الآن. أنا أذكر أيضا دور الإعلام في أن يتحدث عن المرأة بشكل غير منصف. في شهر رمضان منذ سنوات يقدمون إعلان عن رعاية دور الأيتام لجمع التبرعات لرعاية دور الأيتام، فالإعلام بيقول يا ستي اللي ربنا ما خليكش تحملي وتخلفي، يا ريت تروحي دار الأيتام وتاخدي طفل ولد يبقى سندك لما تكبري. الإعلان ده بيقول للست لو حرقت تتبرعي وتعولي حد من دور الأيتام، اوعي تاخدي بنت، خدي الراجل الواد اهو، خديه عشان هو اللي يبقى سندك. ما هذه النظرة الدونية للمرأة، يعني هو تاخد اللي هو تجسد النظرة الدونية للمرأة. الإعلام أحيانا يلعب دورا متناقضا. أذكر كان في ندوة بتتكلم عن الرضاعة الطبيعية، وأن الرضاعة الطبيعية هي فطرة المرأة، وأنه يجب أن صحتها تبقى كويسة لو بتدري الرضاعة الطبيعية، وأن فيها فيتامينز وفيها فاكسين ضد الأمراض، ست كل ست لازم ترضع ولادها. بعد الندوة دي مباشرة إعلان عن الألبان الصناعية عشان تحافظ على صحتك، عشان تحافظ على جسمك، عشان تبقي حلوة في وجه في نظر زوجك، ابعد عن الرضاعة الطبيعية وادي الواد من اللبن الصناعي اللي فيه مزايا 1 2 3 4. هناك مشكلات تواجه المرأة المصرية. المرأة المصرية نقول لها ربي ولادك وراعي بيتك. طب أنا هعمل زي ما أنت قلت بالظبط، بس مرتب جوزي مش مقضيني، مش مقضي الأسرة، فراح أنزل لازم أشتغل، أنزل أشتغل عليها التزامات زي الزوج، هرجع تعبانة زي ما زوجي تعبان، مين يحضر في البيت مين فتكون توصياتنا أو نظرتنا من خلال هذه الظروف التي تحكم المرأة المعاصرة. لكن أنا لا أرى أن أي سيدة مصرية تقول لها والله هنوفر لك كل الفلوس والإمكانات اللي أنت عايزاها بس رب الولادة مالكش دعوة بحاجة. كثيرات منهن سوف يوافق بس يوفر هذا المستوى. في عندنا في مصر مشكلة كبيرة اسمها مشكلة المرأة المعيلة، أن نسبة كبيرة من البيوت تعولها امرأة،
مش لان زوجها توفي او ان زوجها عاجز، لا هو زوجها عايش بس ما بيشتغلش فهي بتنزل تشتغل. كيف نعيد للمرأة دورها في بناء الوعي من منطلق هذه الملاحظات او هذه الظروف؟ طلب المداخلة الشيخ الدكتور عبد الحميد متولي من البرازيل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، معالي الوزير، الحقيقة أنكم أثلجتم صدورنا في هذا الصباح، يعني لا نخص متحدث عن آخر، ولكن يعني أجد الثراء اللغوي الذي تنطلق به ألسنة المتحدثين هذا نصيب كبير مما قد افتقدناه في كثير من المؤتمرات. فأنا أشكر المنظمين لهذا المؤتمر على اختيار المتحدثين وعلى اختيار هذه الموضوعات الرائدة، وعلى أني أحيي دكتور محمد في خلاصة القول أن المرأة إذا أردنا لها التمكين فنطالبها بأمرين: التمكن والكفاءة. هذا هو الأساس، أننا إذا أردنا أن نولي المرأة منصبا أو أن نعطيها قدرا على ماذا؟ على الكفاءة وعلى التمكن. فلا بد أن نسهل لجميع النساء مصادر تؤهلها لهذا التمكن وتجعلها على هذه الكفاءة. لكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فلا بد أن نفتح مصادر في هذا البلد وفي جميع البلاد للتثقيف الحقيقي والصدق في كل ما نعطيه للمرأة، ليس من باب المجاملة وليس من باب تجميل الصورة، وإنما لأنه حق لهذه المرأة يجب أن نعترف به. لأنه كما قال معالي الوزير أننا نسمع كلاما كثيرا كثيرا نسمع كلام، لكن أين الواقع الذي نعيش فيه؟ أين المصداقية؟ أين تحقيق ما نتلفظ به وما نقوم به من أبحاث على الواقع الذي تعيشه المرأة؟ العنوان دور المرأة في بناء الوعي. كيف تبني المرأة الوعي وهي ليس عندها وعي؟ لابد أن نبني في المرأة الأذن الواعية، الأذن الواعية التي تعي الخير وتعمل به. شكرا دكتور، بارك الله فيكم وشكرا لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلام طيب جدا، لأنه تعلمون أن نسبة الأمية في الدول العربية والإسلامية لدى المرأة تتراوح بين 55% إلى 65%، لا يقرأن ولا يكتب. كيف نطلب منهن أن يقومن بدورهن في التوعية؟ المشكلة كبيرة جدا، ليست الأمر بالكلام فقط. المداخل الآن للأستاذ مجاهد خلف الكاتب الصحفي الكبير، تفضل. شكرا معالي الرئيس، وأنا بحيي حضرتك على هذه الإدارة النموذجية للجلسة، ويبدو أن حضرتك كنت محظوظ بمجموعة من المتحدثين ساعدوك في الخروج من مأزق كانت تقع فيه كل الجلسات والمتحدثين السابقين الذين أفرطوا في الحديث عن الرؤية الإسلامية ومكانة المرأة في الإسلام وكيف رعاها وإلى آخره. وهذه قضية أو إشكالية أوقعتنا في التكرار.
والوقوف عند ما هو معلوم لنا كمسلمين جميعا دون التطرق إلى الواقع الحقيقي للمرة. وللأسف أن كثير من المتحدثين في الدول الأخرى والذين كنا نتطلع إلى معرفة أو التعرف على تجربة المرأة في تلك المجتمعات وما تواجهه من تحديات، سواء كانت هذه المجتمعات بها أقلية مسلمة أو أكثرية مسلمة، كنا نفتقد إلى ذلك في التعرف عليه في المؤتمر. دكتور عبد الواجد، كنت أتمنى منه وهو أستاذ الإعلام وعميد إعلام الأزهر أن تكون الرؤية خاصة بالمرأة عموما وإعلام الذي تقدمه المرأة، وماذا فعلت المرأة في الإعلام وماذا فعلت بنا، والنماذج التي تقود الثقافة في الإعلام العربي عموما، وخاصة نحن نعاني في الفترة الأخيرة من نماذج غارقة في التفاهة ويعني محدودية الثقافة. قد يكون هذا الأمر، أنا أشك أنه مقصود أن تكون هذه البرامج التي تقدمها العرائس وليس المذيعات أو الإعلاميين، قد تكون مقصودة للعبث في الوعي العام. وهذا العبث في الوعي العام مقصود به تمييع الهوية والشخصية الإسلامية والشخصية العربية. التفرقة بين عية، بين عمل الداعية وعمل الإعلامية، ونحن في قواعد التي تعلمناها من حضرتك في الإعلام أن الإعلامي إذا دخل إلى باب الوعظ والخطابة فهو وقع في خطأ جسير. فهناك فرق كبير جدا بين أن تكون الداعية تقوم بدورها كضيفة أو يعني أستاذة في الموضوع التخصص، وبين أن تكون هي المتحدثة ومقدمة البرامج. أشكرك كثيرا. شكرا. مداخلة الشيخ أحمد تميم، المفتي العام لمسلمي أوكرانيا، تفضل. بسم الله، الحمد لله. أولا أردت أن أركز عن موضوع الوعي، وهو يكون عبر السمع، وذلك من خلال الآية القرآنية ومن خلال حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو في الآية القرآنية وتعيها أذن واعية. فالموضوع الذي أريد أن أنبهه هو حالة المسلمين في فترة أكثر من 100 سنة. فنحن نشتغل على التوعية، ولكن المرافق التي هي أساس في إيصال الوعي هي مرافق أخرى. وبلدان الغرب يقومون بدراسات ويصممون برامج لحوالي 25 سنة أو 50 سنة، وتمشي هذه البرامج في سائر المجالات والقطاعات. أما عندنا، ولو تكلمنا عن وعي المرأة والواعظة الدينية وما شابه، ولكن هناك مرافق أخرى تهدم هذه المفاهيم، مثل البرامج والمسلسلات الدينية أو المسلسلات التي تبين القصور وحياة الرفاهية الموجودة عند الأغنياء. فهذه تؤثر سمعاً وعقلانية على تربية النشأ. فهذه من النواحي التي لابد أن ندرس تلك الأمراض التي انتشرت خلال 100 سنة وكان لها التأثير على تربية المجتمعات الحالية والمؤثرة على النشأ القابل. هذه من الأمور المهمة. من ناحية أخرى هي الناحية الاقتصادية، والواعي والداعي هو الذي يعلم النشأ والمرأة والرجل أن يكون عندهم القناعة. نحن لا نستطيع أن نغرق في هذه الألوان الموجودة في الدنيا، فلا بد من القناعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: القناعة كنز لا يفنى. فلا بد من أن يكون هناك برامج لتأهيل الإعلاميين لمعرفة الحق والباطل من خلال مفهوم الشرع السليم، لأن المؤثر الأكبر هو
بالإضافة إلى المعلم في المدارس وأغلبهم بعيدون عن المفاهيم التي تشجع على نشر علم الدين الضروري، والمؤثر الآخر هو الإعلامي الذي يبحث فقط عن فرصة ليشتهر ولا يهتم لنتيجة ما يقول. فالذي أتمناه هو دراسة الأمراض الموجودة لوضع خطط، ليست 5 سنوات أو 10 سنوات، ليكون على الأقل خطة خلال 25 سنة كيف نرفع من مستوى الوعي عند الناس. شكرا لك. شكرا فضيلة المفتي. شكرا. المداخلة دكتورة بشاير العولوي مدير الواعظات في فلسطين. تفضلي. خلي المداخلات دقيقتين يعني ما نزودش، بس ادخلي في الموضوع على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بدي بس أضيف إضافة للكلام، النقطة اللي انت حضرتك تكلمت عنها بخصوص التربية والأزواج، في أنه غالباً أو يعني التوصية المطروحة هي تفعيل دور الرجل في موضوع التربية، لا سيما أن آية قرآنية في القرآن يعني وكان أبوهما صالحا، أيضا سورة كاملة في القرآن تتكلم عن تربية سيدنا لقمان لابنه. لذلك يعني تعودنا أو اعتدنا على أن المهام الملقاة على عاتق المرأة سواء كان في المجتمع الفلسطيني أو كان في المجتمع المصري كثيرة، منها التربية، منها رعاية البيت، منها تعديل السلوك، ومنها أيضا أحيانا يكون العمل خارج البيت. فياريت أنه ما نهمل دور الرجل في قضية تعديل سلوك الطفل وقضية أيضا التربية، لأنه يعني دور أساسي ولا أحد يقوم مقامه. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. الدكتور عبد الله برح من جنوب السودان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم دكتور عبد الله برج، رئيس المجلس الإسلامي جنوب السودان. جنوب السودان دولة إفريقية وكل سكانها ينطقون عربية كتابة ونطقا، ونحن كنا في السودان دولة واحد والآن دولتين، شعب بدولتين. مسلمون جنوب السودان يشكلون حوالي 25%، وكنت أود أن أنقل تجربة بلدنا في تنمية مهارات المرأة. طبعا جنوب السودان حكومة طلع قرار أن المرأة في مؤسسات عامة أعطوها 35% من الوظائف العامة، فالمرأة تشكل 35% من المجتمع في المؤسسات الحكومية والقطاع العام والخاص. وهذا نموذج رائع نريد نعكسها للمجتمعين. وكذلك من ما أريد أن أقوله، كنت أتمنى من المؤتمر أن تخصص نسبة للمرأة من الخارج. مثلا في كل دولة يأتي شخص أم أو امرأة، حتى يتلقينا هذه المعلومات مباشرة بدل ما ننقلها لهن ونحن الرجال، لأن هناك في حساسية أن المرأة يعني دائما تحس أن الرجل ينقص من قدرها. هذه ما ننقلها، ده هذه موجود في الواقع. كذلك هناك قضية كان يمكن أن نناقشها بوضوح، وهي كيف الموازنة بين ما تتعرض لها المرأة من العمل العام من مضايقات ومن نظرة يعني أو توهم أن المرأة تعمل بين الرجال، وبين كيف المرأة تبني الوعي وتقتحم كل المجالات. كل هذه نريد أن نناقشها ويكون تظهر في التوصيات. وبصراحة مؤتمر مفيد جدا جدا، مؤتمر فريد من نوعها، ومؤتمر يعني اختير لها نخبة من العلماء والأكاديميين والمختصين، استفدنا فائدة عظيمة جدا جدا. نشكر وزارة الأوقاف ودور مصر جزاكم الله خير. معالي الأمين العام لإدارة الإفتاء من المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ زايد إبراهيم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر معالي الدكتور سامي لك هذا المجلس المبارك ولكل المتكلمين الكرام ولمعالي الدكتور أسامة الأزهري الاستضافة الكريمة. وأنا أحضر هذه المجالس منذ عملي في القضاء منذ أكثر من 20 عاما، وربما هذا من أجمل وأكمل المجالس التي حضرتها. هو مجلس ثري جدا، نقطتان رئيسيتان بناء على نصحك لنا بالإخلاص. النقطة الأولى الأكثر تأثيرا من وجهة نظري ولي عدد من البرامج التي ألمس من خلالها وأقيس ردة الفعل، أننا يمكن أن نرفع الوعي عند المرأة وعند الرجل من خلال الإشارة الواضحة إلى مخطط أعدائنا الفكريين مثلا الموجه نحو الأسرة على سبيل المثال. وأضرب لك مثالا عمليا، وزيرة في إحدى الدول الغربية دائما تطعن في المنظومة الإسلامية للأسرة وأنها ظالمة ومعتدية وهدامة. هذه الوزيرة حملت ذات يوم فرفعت دعوى إثبات النسب على 8 رجال لتقول واحد منكم هو الأب لجنينه. هذه نفسها تطعن في النظام الإسلامي الحافظ للمرأة والولد والأسرة. النقطة الثانية التي أحب أن أشير إليها أن ننقل هذه الدرر حقيقة الجميلة التي متعت وأنا أستمع إليها، خاصة التي تفرق بين التمكين والوعي وبين الانسلاخ عن الهوية، أن ننقلها إلى الوسائل الأكثر مشاهدة. أنا الآن طلبت من مولانا الأبحاث الجميلة لأستفيد منها لأنقلها إلى الشاشة، ولكن العامة تشاهد وسائل التواصل، وهذا دور إخواننا الكرام بنقل هذا الكم الجميل النافع من العلم إلى وسائل التواصل الأكثر مشاهدة. شكرا لكم مرة أخرى وجزاكم الله خير. مداخلة الدكتورة هدى أحمد، تفضلت. ونختصر في وقتنا، حنجور على الجلسة اللي بعدين. هيقولك إن شاء الله مضطهدين المرأة، شو الميكروفون بيتأخر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة هدى أحمد محمد زين، أستاذ مساعد بجامعة الأزهر. نريد طبعا وعظة بالأوقاف. نشكر معالي الوزير أسامة الأزهري على إقامة هذا المؤتمر، والذي يعني جاء في دوره في مواكبة خطة مصر 2030 في نشر الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة. وما من المعروف أن المرأة لها دور كبير في بناء الأوطان. فكان مداخلتي أنه يمكن يعني نريد أن يوجد هناك مرصد أكتروني مضاهاة بالمرصد الأكتروني للأزهر الشريف، يكون هناك مرصد أكتروني لوزارة الأوقاف للتصدي للشبهات التي تقام ضد الإسلام، يعني بترسيخ معالم الدين الحنيف، لأنه يوجد هناك أناس لا يعرفون عن الإسلام شيء. فنريد أيضا أن يكون هناك مرصد أكتروني يقوم بالرد على هذه الشبهات. ثم بعد ذلك في مراصد، في مراصد إلكترونية للأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، في مراصد وترد على طول على الشبهات على كل. نعم. أيضا وجود نريد أيضا تطبيق فعاليات هذا المؤتمر على أرض الواقع، ونختار منها ما يعني ما ينطبق على ثقافتنا الدينية وعلى واقعنا الاجتماعي وطبيعة بلدنا. أيضا نريد إنه الاهتمام بالقدوة، القدوة، غياب القدوة الحسنة. ولقد أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك، وقال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالأسرة لابد تكثيف الدورات، يعني تكثيف الدورات التدريبية والوعي الديني لوزارة الأوقاف في الاهتمام بالمرأة وبتنشئة الطفل، لأن هذا الطفل سوف يكون رجل المستقبل وسوف تكون الطفلة امرأة المستقبل. فلا بد أن يكون هناك اهتمام بدور الناشئة وترسيخ معالم الدين عندهم. وصلت الفكرة. وصلت. شكرا. وترسيخ ثقافة الحوار. مداخلة المستشار ثروة الطنطاوي. شكرا. ثروة الطنطاوي موجود، تفضل. دقيقة والنبي لو سمحت يا أستاذ.
لم يبقى اللي هي بتبني النشأ، يعني المرأة بتاخد الوعي ده وتنقله للأسرة، والأسرة بيتفجر فيها هذا الوعي إلى الإيجابيات اللي المرجو منها. دي نقطة. النقطة الثانية، الدكتور رضا أشار إلى نقط حقيقي أكتر من 90% من اللي أنا عايز أقولها، بس أنا عاوز أضيف نقطة مهمة، وهي إيه؟ إن النقاط دي كلها لازم يكون فيها عملية تشريعية، تشريعية ملزمة، ولتكن حتى من جهة سيادية. لابد، يعني مش معقول أي حد يتكلم في الوسائل الإعلامية بدون أي خلفية أو بدون أي تواجد من الأزهر الشريف. لازم يكون فيه رقابة، ومنهم من يكون مش من دون من مش من مسلمين ويفتي في الإسلام، فده لازم يكون فيه رقابة بقوانين مشددة غير عادية. معلش أنا أسف على الإطالة. الناحية الدينية، دراسة مادة الدين في المدارس لابد يكون لها إشراف من الأزهر، والأزهر اللي يحط مناهجها. شكرا. لابد. شكرا مهندس الشيخ. خير الختام يعني مداخلة الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. بداية بشكر صاحب الرعاية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، وصاحب الرعاية الدكتور أسامة الأزهري على رئاسة هذا المؤتمر. وبداية أقول، إذا كان الله عز وجل قد خصص في القرآن الكريم سورة كاملة وسماها النساء، وهي سورة النساء الكبرى، وهناك سورة أخرى للنساء الصغرى، فالتخصيص هذا يؤكد لنا الاهتمام الكبير من الله العلي للمرأة وحق المرأة. فأنا أوصي من ضمن اقتراحات المؤتمر تضع في التوصيات إنشاء كلية تسمى كلية الواعظات، وده هيكون فيه نوع من التركيز أو تخصيص التخصيص، إنشاء كلية أو معهد الواعظات، وده يكون مركز زي بالضبط عندنا في الأزهر كتب الدعوة. من يدخل الدعوة ليس له إلا طريق واحد، هو طريق الدعوة، الإمام أو الواعظ، ويكون على نفس أو نظير هذه الكلية، كلية الواعظات بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا الحقيقة يعني المداخلات ربما تكون في نفس مستوى البحوث المقدمة وربما أقوى، لعلي أختتم معكم بطرفة حول التناقض بين ما نقول وبين الواقع. كنت ضيفا على ندوة في جنوب سيناء في البدء تدعو إلى تنظيم الأسرة وكيف المرأة عليها أن تنظم أسرتها وكذا وكذا، فجايبين خبير صحة طبيب وشيخ من الأزهر وأستاذ إعلام، فأنا بتكلم على الناحية الإعلامية، فقالوا ويكون في شيخ قبيلة موجود، فشيخ قبيلة معانا، فإحنا بتكلم بقى على الطبيب بيتكلم على المرأة وصحة المرأة ويكفي طفلين ويكفي طفل، وعالم الدين بيتكلم على حاجات من السنة ومن القرآن، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، والمؤمن الضعيف يعني إذا كان ما بيأكلش كويس، يعني الكلام اللي هو السائد. وجه دور الشيخ فيتكلم عن أن تنظيم أسرة هذا ضرورة ولا بد أن نعمل به ولأنه في صحة، فالقاعة كلها طبعا سيدات ورجال معظمهم من البادية يعني، فبيضحكوا في يعني في ضحك كتير، فأنا استغربت وقلت إيه؟ أنا أصل الراجل ده متجوز أربعة وعنده 15 عيل اللي بطلب إيه؟ تنظيم الأسرة، فكان الاختيار يبدو سيء يعني. فأحيانا نحن نطالب بأشياء، لما نطالب المرأة تعملي كذا وعملي كذا، طب وفر لي وأنا أعمل لك، أنا مستعد أربي الولاد وواعيهم وأربيهم كل حاجة، بس يديني بيت محترم ويديني فلوس أصرف منها والدنيا ما تخليش شريك ليك. يعني القضية بناء الواعظ قضية كبيرة جدا، ليست بالكلام فقط ولكن تحتاج إلى جهد كبير. اسمحوا لي أن أؤيد أشكر بكل تقدير المنصة الأستاذ جمال سديبي والدكتور رضا عبد الواجد والدكتور محمد قاسم المنسي والأستاذة نجلاء علام، وأشكر حضراتكم ومعذرة على الإطالة اللي احنا خدنا تقريبا 10 دقائق من الجلسة القادمة. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تبدأ الجلسة 5 مباشرة الآن.
السادة الضيوف يتفضلوا على ان شاء الله على المنصة.